السلام عليكم مازال في الاخوان تاع الخالات، كنت مريضه سي ديرني جو على بها غبط عليكم شويه. دونك وصفتنا اليوم في كويزين كاينه جوجرا وصفه رائعه، يعني معسلات لشهر رمضان في القمه. نحضروهم في المول، نقليوهم لا يتفتوا لا يتشربوا الزيت لا يتشقوا لكم، يعني حيله رائعه يمكن تشوفوها لاول مره. هذه الوصفه انصحكم تجربوها، اكيد رايحين تعتمدوها وتحضروها باذن الله، يعني تجي خفيفه وبنينه رائعه رائعه. هذه الوصفة من الوصفات اللي نحبهم بزاف في شهر رمضان المبارك، يعني تلامنوا بهم هكذا الشاي في السهرة. للأمانة البنات أنا المعسلات ما نشريهمش أبدا ميزابا أزلابية، يعني نحب هكذا حوايج نحضرهم دو بريفيرونس في الدار على بالي وش فيهم. دونك كي نقدم حاجة لولادي على بالي وش فيها، ننصحكم أنتم تاني تحضروهم في ديوركم. بسم الله نبدأ في تحضير الوصفة. نحضروا السيرو في الأول، دونك نديرو زوج كيسان السكر، أنا نحبو يجيني ثقيل، مع كاس ونص ماء، مغرفة جو دو سيترون أو عصير القارص. إلا حبيتوه يجي خفيف ديرو زوج كيسان ماء زوج كيسان سكر مغرفة جو دو سيترون وحطوه فوق النار من الغليان، حسبوا العشر دقايق وطفوا عليه وخليوه يبرد. للعجينة نسحق سميد المتوسط، يعني كوب، نتوما إلا حبيتو تضعفوا المقادير ولا ديروا كمية كبيرة ديروا اون مزيغ تكون ان بو بلو كروند. زيدو معاه كوب فارينة، غرفة صغيرة خميرة الحلويات أو لوفيغ شيميك، ملح ما تكثروش، عطروا العجينة بالقرفة هذا اختياري، زيدوا له مغرفة صغيرة مع زهر أوسي اختياري، يمكن تستغنيو على هذا النكهات وديروا مبشور القارص. نخلطوا مليح هذا النواشف، يعني حتى تجانس معكم هذه المكونات، يعني الخميرة تدخل كامل في السميد والفارينة. قلت لكم يمكن دير ضعفوا المقادير. زيد لهم نصف كوب زيت، يعني نكيلو بنفس الكيله اللي بديناه في الاول، يعني نكيلو بها السيرو ونكيلو بها السميد والفارينه مع الزيت والماء. نخلطوهم مليح، نحاول نبسس هذا العجينه. كما على بالكم السميد المتوسط يحب نبسوه مليح، لازم تخلطوه هكذا بيدكم، هكذا كي تجيو ديروا له الماء ما يتعجنش وتجيكم الوصفه ناجحه. الماء راح يديكم، يعني نكيل بنفس الكيلة، راح نقول لكم شحال راح تديني فيما بعد، ديروا غير بكميات صغار لانه السميد يختلف من نوعيه لنوعيه اخرى. دونك كاين اللي يشرب بالسوائل كاين ما يشربش، هذه قاعده معروفه، دونك ما نقدروش نحددوا الكميه بالضبط. انا في هذه الوصفه للامانه دتني نصف كوب، يعني اقل شويه من النص. القوام اللي تحصلوا عليه البنات كي ديروا الماء ديروا غير بشويه لانه يتشرب ويزيد ينشف، روحوا لها غير بالعقل. انا هنا سرعت الفيديو هكذا ما ياخذش بزاف وقت. راح نشوفوا القوام غير كي نبداو نخدموا ونشكلوها ما نخليوهاش كامل ترتاح، يعني بعد ما نلموها نبداو نشكلوها كريات. هوليك القوام خليوها طريه بهذا، يعني بهذا القوام، شوف لا تيكستور، نقدروا نشكلوها كريات بكل سهوله. عينكم ميزانكم ولا ديو ميزان اللي تحبوهم كبار تحبوهم صغار، على حساب المول على حساب المول تاعكم. دونك هنا انا درت عيني ميزاني وعطات لي طبسي، يعني طبسي مليح ويكفينا. انا نشوف هذه الوصفه من الوصفات الاقتصاديه، يعني ما تكلاش، ما فيهاش تكاليف، ما فيهاش بزاف اللوز ولا الجوز ولا الكاوكاو، كاين معسلات فريمون يستقامونا بزاف غاليين. انا ندير حضر في هذا الليمون بتي تارتولات، نتوما اي مول عندكم حضروا فيه هذه الوصفه. انا جي شوزي سيلا باسكو عالي وما يدينيش، يعني كي نحطو في الزيت يعني تزيد تنفخ وتجي سوا سوا، نتوما كيما تحبوا. انا فضلت نديرهم في المول هكذا، ما راحش الحلوه تاعي لا تتشقق لا تتفتت لا تشرب لي الزيت. دونك من الاحسن تحضروها بهذه الطريقه، يعني مولفين كي نحضروا المعسلات غير نحطوهم في الزيت يتفتوا. دونك هذا هو الحل. قلت لكم هذ الكريات ما تخليهمش يرتاحوا، غير تكملوهم ابداو ديروهم في المول. الترافاي كي يكون اورغانيزي تكملوا بالخف. انكور الا كانت وحده تعاونكم في الطياب، وحده تشكل وحده تطيب وحده دير لهم عسيله،
او تعسلهم. فوالا بهذه الطريقه نحطهم، نحط هذا الليمون في الزيت، حسبوا لهم كلكو سكوند قيس ما يسخن، يسخنوا هذا الليمون وبداو ارميو عليهم الزيت، يعني عمروهم بهذه الطريقه. تشوفوهم يعني تلاحظوا انه بداو يبداو يتنفخوا فيه، فيهم الخميره. يعني ما ننصحكمش في العجينه في المعسلات، بالضبط في المعسلات ما ديروش الخميره الفوريه، لا ليفيغ شيميك تكون احسن. يعني كل المعسلات اللي ندير لهم الخميره، يعني الخميره الفوريه الكوت تاعها ما يجيش كيف كيف مع الحلوه اللي نديرها غير لا ليفيغ شيميك. دونك شوفوا راني ندير لها الزيت وبدات تتنفخ، وميم طون طيب في الاطراف، يعني حتى نشوفوها بدات تاخذ لي اللون من الفوق، اللون يعني لا كولور دوغي، يعني تبان بلي طابت من التحت. نقلبوهم ونحي هذا، نحي لهم يعني تنحى بكل سهوله. شوفوا يعني سي لا ميور فاصون، يعني ميم الشكل تاعها يجي شباب. الفيزيوال باس افون افون تو، يعني كي تجي الحلوه كي نشوفوها شابه يعني تعطينا لونفي باش ناكلوها. هاي ليك لم الى خصها اطياب قلبوها مباشره، تحطوها في السيرو. يمكن تعوضوا هذا السيرو بالعسيله نورمال، اي عسيله عندكم. انا نحبهم هكذا بالسيرو يجيو احسن، سورتو نديروا له المعرفه تاع القارص جو سيترون، دونك لو غو ليكيليبري. ما تخليهمش بزاف، نصيحه البنات ما تخليهمش بزاف في هذا السيرو، ميم سي ديروهم في العسيله كلكو سكوند سينو يتفتو لكم، سورتو الا كان ثقيل. الا ما حبيتوش السيرو تاعكم ثقيل ديروا زوج كيسان سكر زوج كيسان ماء كما وضحت في الاول. يعني شاهدكم في الجنه، حضروهم النتيجه نفيس مضمونه. نزيد لكم هذو، نسرع في الفيديو هكذا تفهموا مليح، تاكدوا انه هذا كي طيبوهم في ليمول احسن. الا ما عندكمش ليمول، يعني بسطوا العجينه تاعكم، يعني طبعوها باي طابع عندكم وطيبوها، يعني لي ميم زيتاب. فوالا نوري لكم ليمول، يعني ما راحش يتحرقوا لا يوليو يعني كحوله. شوفوهم يبقاو كما كانوا. في الاخير كي تكملوا يعني تعسلوهم زينوهم باي مكسرات عندكم، بالجلجلانه بالكاوكاو بالبيستاج اي حاجه تفضلوها. يمكن تخليوهم هكذا بدون تزيين، الجلجلان حمصوه، اللي حبيتوا تزينوهم بالجلجلان محمص يكون محمص احسن، يزلو في البنه. هاي لك الحلوه تاعنا، يعني رمضان مبارك ان شاء الله نصومه بالصحه والهنا. حضروا الوصفه، الى كان هذا الفيديو نال اعجابكم ما تنسونيش البنات، يعني محتاجه الدعم تاعكم تعليقاتكم ولي لايك تاعكم، مهمين بزاف ليا وللقناه هكذا تطلع لي. شوفوا كي نقطعوها يعني جات طريه طريه بزاف ومعسله، انا ما خليتهمش بزاف في العسيله، دونك يجيو سوا سوا. هايليك يعني ما شاء الله هذا الحلوه. ان شاء الله نزيد نحضركم وصفات واحد اخرين للشهر المبارك. اللي عندكم اي اقتراحات خليوهم لي في التعليقات، نحاول نلبي رغباتكم وطلباتكم. البنات لحقنا لنهايه الفيديو، نتلاقاو في وصفه اخرى فيديو اخر. يعطيكم الصحه اللي تبعتوا الفيديو، الى اللقاء. استزمرت نون.